المناعة هي واحد وظيفة ديال الجسم اللي كتنتج عن جهاز المناعة. جهاز المناعة واحد شبكة اللي مكونة من أعضاء ومن خلايا ومن جزيئات. دونك اللي كيدخل فيها العضو المهم هو النخاع العظمي فين كيتكونوا الكوارات البيضين. حنا الكوارات البيضين كنعرفوهم بأنهم هما مهمين بزاف المناعة. فيهم جوج أنواع، واحد النوع اللي كيلتهم الميكروبات والفيروسات، وكاين نوع آخر اللي سميتو لي لافوسيت كيكون واحد الأجسام مضادة سميتها لي زونتيكور اللي كتنتج تكون من بعد ما كيصادف الجسم واحد الفيروس ولا واحد بكتيري. دونك يكون دوك لي زونتيكور خاصين بهذاك الفيروس وكيبقاو في الجسم كذاكره. دونك كتبقى من بعد ملي كيصادف الجسم هذاك الفيروس كيعقل عليه وكيكون عنده عارف كيفاش ينتج داك لي زونتيكور، دونك يحاربوا بسهوله. دونك كاين هذا النخاع العظمي اللي كينتج الكويرات البيضين. كاين الطحان، هو مهم، واحد العضو مهم بزاف في المناعه، لانه الطحان كيصفي الدم كامل وكيديروا كيخلصوا من الفيروسات ومن الميكروبات. دونك الناس هما اللي عندهم طحان محيد بسبب بعض المرات كاين مرضى اللي كان عندهم امراض اللي كان نحيدوا فيهم الطحان، ولا من بعد حادثة سير اللي كيكون فيها مشكلة الطحان. الناس اللي ما عندهمش طحان هما كيكون عندهم نقص في المناعة، خصوصا واحد لابكتيري لو بلوموكوك، دونك خصهم يديروا واحد لافاكسيناسيون خاصة بهذا الفيروس. دونك كاين النخاع العظمي، الطحان، وحنايا هاد جهاز المناعة مكون كذلك من أغشية. داك الجلد هو مهم بزاف لأنه كيتصدى الميكروبات الفيروسات. اللعاب اللي عندنا في الفم حتى هو كيعقم داك الماكلة اللي كناكلو. الدمع في العين، الحامض اللي عندنا في المعدة، لأن ملي كناكلو الماكلة اللي كان فيها الميكروبات والفيروسات كتحطم بداك بفضل داك الحموضه ديال المعده. دونك هادو هما كلهم اليات ديال الجهاز المناعي باش كيحمينا من الفيروسات ومن البكتيريات، وكيحمينا حتى من السرطانات اللي كيكونوا داخل الجسم. مهم بزاف هاد المناعه هو كل انسان كيفاش كتزاد مع الوظيفه ومدى القوه ديال المناعه. كاين الناس اللي عندهم مشكل ديال المناعه اللي كيكونوا كيتزادوا بدون هاد اليات ديال المناعه، وكاين الناس اللي كتكون عندهم مناعه مزيانه ولكن قدروا تصادف اضرار نتيجه الادويه اللي كنا عارفين بان بزاف الادويه كتاثر على المناعه، بحال الكورتيكويد اللي هما دواء مهم بزاف ولكن خصنا ناخذوه وتعطى في واحد بصفه مقننه اللي كيكون مرض اللي محتاج داك الدواء. كذلك الغذاءات الاغذيه، حنا كنعرفوا بان جهاز المناعة واحد الجهاز اللي دقيق واللي كيقدر يتأثر بالماكلة اللي ما كانتش مزيانة، اللي ما كانتش صحية. كيقدر يتأثر بدوك لي ميتونو. حنا كنعرفوا بأن سورتو في المغرب عندنا داك الرصاص لو بلون اللي كيكون إما في داك الأواني ديال الماكلة، إما في الكحول. عندنا الكحول فيه الرصاص وكيقدر يأثر على جهاز المناعة. دونك خصنا نحضر راسنا من دوك لي ميتولوغ، دوك المعادن الثقيلة من طبيعة الحال. التدخين وتا هو ما مزيانش لجهاز المناعة. وتا خصنا نحافظوا على الجلد ديالنا، مهم بزاف الجلد ديالنا. ما نقمشوش، ما نجرحوش هكايا بالإرادة ديالنا. نحافظوا على الدموع ديالنا، نتفادوا الأدوية اللي كتنشف الدموع، الأدوية اللي كتنشف الفم. سنحافظوا على كل الحموضة ديال المعدة، ولأنها حتى هي مهمة بزاف. كاين الناس اللي كياخذوا أدوية اللي كتحارب ديك الحموضة ديال المعدة كيكونوا ضيعوا راسهم بواحد الآلية ديال جهاز مناعة. وكاين كذلك دوك الأمعاء، دوك الميكروبات اللي في الأمعاء الدقيقة، اللي ميكروبات هما الحميدة اللي كتنفع لنا في المناعة. ما خصناش نأثروا عليها بداك لي زونتيبيوتيك يتخادوا هكا عبثيا. دوك الرياضة، التغذية السليمة، وتفادي من بعد المسائل اللي كيقدروا يأثروا على المناعة. وهادو هما الحلول، المفاتيح ديال المناعة جيدة.
المناعة هي في قلب هذه الجائحة اللي كان عايشوها هنا. يعني جهاز مناعة هو الوحيد اللي نعاولوا عليه باش يدافع علينا من هذا الفيروس هذا، بطبيعة الحال بجانب دوك التدابير الأخرى، الابتعاد، الكمامات، غسل اليدين. دوك في هذه الظروف نحافظوا أكثر على جهاز المناعة بهذه التدابير، الأدوية اللي نتفادوها لك كانت ما محتاجينهاش، الغذاء السليم، الرياضة، لأن الرياضة مهمة بزاف، هي اللي كتخلي دوك الآلية، دوك الخلايا ديال المناعة كي يتنقلوا في الجسم وكيقلبوا على الميكروبات وعلى الفيروسات. وهنا كان نعرفوا بأن جهاز المناعة كيقدر الفيروس يدخل، لا كان لا تصادفنا بهذا بالفيروس غادي يتمكن من الدات، ولكن جهاز المناعة يحاربه، ما يخليش يمشي الأعضاء الحيوية ديالنا، دوك غيدافع علينا جهاز المناعة في هذه الحالة. هذا في هذا المعروف بأن الناس اللي عندهم مشاكل في جهاز المناعة، الناس اللي في السن كيقدروا يكونوا عرضة أكثر لهذه الحالات الشديدة ديال الكورونا، الناس اللي عندهم أدوية اللي كتنقص لهم المناعة، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، في القصور في الكلى الكلوي، وكذلك الرجال. فجهاز مناعة عند النساء هو أقوى من جهاز مناعة عند الرجال، لأن المرأة عندها جوج كروموزومات إكس، وداك في داك الكروموزوم هو اللي كاينين دوك الجينات اللي كيأمروا بتكوين هاد الآلية ديال المناعة. دوك النساء هما واخا كيقدروا يتعادوا تقريبا بنسبة نفس النسبة على الرجال، ولكن الحالات اللي كتؤدي الى الموت هي ضعف عند الرجال من النساء. دونك الرجال خصهم يتفادوا اكثر من العدوى من هذا الفيروس كورونا، لانهم هما معرضين اكثر للحالات الشديده ولا قدر الله الوفاه. هاد المناعة ما كنقلبوهاش هكايا بصفة ممنهجة، ما عندناش علاش نقلبوها، كان خصنا نقلبو عليها لكان علامات اللي كيدلوا على نقص في المناعة. بعض المرات كيكون مشاكل ديال التعفنات، يقدر الشخص يبقى يدير تعفن في الرئتين، تعفن في الأذن، اون ميناجيت، يقدر يدير مشاكل في المفاصل، مشاكل في الامعاء. دونك حتى كيكونوا علامات عاد كنقلبوا، خصنا نفكروا بمشكل ديال نقص المناعه وكنقلبوا عليه. هاد المشاكل ديال نقص المناعه هو واحد مجموعه امراض كتعدى 200 مرض اللي كيكون فيهم مشكل في المناعه. دونك كاين واحد الامراض عده اللي كيقدر يكون فيها نقص في المناعه. التلقيح هو مهم بزاف، فبفضل التلقيح البشرية قدرات تغلب على أمراض اللي كانوا كيقتلوا الأطفال، اللي كانوا كيديروا لهم عاهة مدى الحياة، بحال البوليوميليت، بحال لاباريسيل اللي كانت كتقتل. دونك اللقاح، بفضل اللقاح البشرية قدرات تدير تغلب على بزاف الامراض وتخلي الاطفال ما يبقاش يموتوا في الصغار. احنا في هاد الجائحه ديال كورونا اللي شفنا المعاناه ديالنا اللي عشناها احنا كاملين، حتى واحد ما عاش هاد الفتره براحه. شفنا بان هاد الفيروس ما تغلبناش عليه، ها هو باقي كيعطي وفيات، كيعطي ناس كيخلي لهم عواقب وكيخلي المخلفات اللي قد تأثر عليهم طول الحياة، يبقوا مرض نقص لهم التنفس ولا عندهم مشاكل في الكليتين ولا في القلب. فالوسيلة الوحيدة هي اللقاح. بطبيعة الحال اللقاح خصو يكون آمن وخصو يكون الجدوى ديالو مديرة مؤكدة. دونك اللقاح هو اللي غينفعنا في هاد الجائحة.